أولويات المسافرين تبدلت بعد تجربة السفر خلال جائحة كورونا التي بطبيعة الحال فرضت عليهم بعض الإجراءات المعقدة فيما يتعلق بضمان سلامة المسافرين وأيضا الحكومات لضمان السلامة العامة. الأولوية كانت اليوم الراحة، البساطة في الإجراءات، قرب المطار من مكان السكن. إلى أي مدى اليوم هذه الراحة باتت تعتبر مهمة جدا بالنسبة للمسافر؟ صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين لقناة سكاي نيوز عربية. بالنسبة لاستطلاع الرأي اللي قامت به الإياتا الاتحاد الجوي للنقل الجوي عن طريق جي بي اس، الركاب بعد جائحة كورونا لمدة سنتين متواليتين كانت إجراءات السفر معقدة جدا جدا، ولكن بعد هذه الفترة أصبح الركاب يفضلون الآن السفر من مطار قريب من منازلهم، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحصول على التأشيرات الإلكترونية وكذلك حجز تذاكر الطيران عن طريق الإنترنت، إلى جانب ممكن الراكب يعمل تشيك إن في منزله قبل الذهاب إلى المطار. وبذلك أصبحت التكنولوجيا في هذا العصر أو في هذه الأوقات مهمة جدا للراكب لضمان راحته والحصول على أكبر قدر من التسهيلات حتى يمكنه السفر بدون أي متاعب بعد المتاعب التي واجهها في خلال سنتين السابقتين. فعلا بات اليوم المسافر يولي أهمية لكي يكون لديه أو لتجربة سلسة اليوم خلال السفر. تحدثت عن التكنولوجيا، كان هناك إشارة في هذا التقرير أيضا إلى البيانات البيومترية التي يتم اعتمادها من قبل العديد من المطارات، إلى أي مدى اعتماد هذه التكنولوجيا ممكن أن يسهل عملية السفر وليس فقط بالنسبة للمسافرين ولكن حتى لإدارة المطارات والموظفين هناك؟ حضرتك توجد حاليا بوابات إلكترونية بتساعد الركاب على الدخول إلى كثير من الدول عن طريق وضع جوازاتهم على وحدات الكمبيوتر، سواء مع إقامة أو من أهل البلد اللي هو بها المطار القادم إليه، ودي أساسا بتسهل الإجراءات وبتسهل عملية الدخول والخروج من وإلى البلد المستضيفة أو إلى البلد التي يقصدها الراكب للسياحة أو للعلاج أو للقيام بعمليات البيزنس أو رجال الأعمال أو الركاب العاديين أو العلاج أو إلى آخره. دي كلها مطلوبة إن هي تعمم على جميع المطارات لتسهيل خروج ودخول الركاب والبعد عن الإجراءات الروتينية الخاصة بدخول وخروج الركاب، ودي هتاخد وقت لتعميمها في بعض في جميع المطارات. الكثير من المطارات حتى اليوم يعني تعمد إلى توفير خدمة التشيك إن الشخصي أو الفردي من دون اللجوء إلى موظف، وبالتالي تكون تجربة السفر حتى الصعود إلى الطائرة تجربة سلسة بالنسبة للركاب. أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع، خلال جائحة كورونا كانت الإجراءات معقدة، كانت عملية السفر تستغرق وقتا طويلا، اليوم اختلف الوضع، ولكن من جهة أخرى هناك تحديات أخرى في هذا القطاع متعلقة بارتفاع تذاكر السفر. كيف تنظرون إلى قطاع السفر في المرحلة المقبلة وهذا الارتفاع بالأسعار، هل من المرجح أن يستمر؟ حضرتك حاليا موجود خدمة السيلف تشيك إن قبل ميعاد إقلاع الرحلة بحوالي 72 ساعة أو 48 ساعة، يمكن للراكب أنه يعمل تشيك إن لنفسه وهو في بيته ويصطحب حقائبه إذا كانت هندباكات أو إذا كان حقائب عادية وبيسلمها للكاونتر، إلى جانب ما الراكب بيلجأ إلى الرحلة الشاملة الخاصة بالإقامة، الخاصة بتذكرة السفر، الخاصة بالترانسبورتيشن هو التنقل. دي بتكلف بتقلل التكلفة بالنسبة للراكب، وهذا الإجراء يتبع الآن عن طريق بعض الشركات زي أمازون وإلى آخره، ودي الشركات بتلجأ إليها لتخفيف عبء التكاليف عن الراكب في السفر إلى أي جهة من جهات العالم.
هذه نقطة مهمة. أيضا فيما يتعلق بتعقب الأمتعة، شهدت المطارات خلال الصيف الماضي عمليات تأخير وتعطل ببعض الرحلات وحتى فقدان بعض الأمتعة وتأخر وصولها، وذلك نتيجة نقص في الموظفين. هل تعتقد أنه الزخم سيعود إلى قطاع الطيران خلال العام المقبل، ربما 2023، من أجل حل هذه المعضلات في مواسم السفر القادمة؟ المشاكل اللي كانت موجودة في الفترة الماضية كان خاصة بالاسترايك ونقص كبير في عدد الموظفين للمطالبة بزيادة رواتبهم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن أعتقد أن إن شاء الله في 2023 سيكون هناك انفراج في هذه الجزئية ولن يكون هناك تأخير في حقائب الركاب، ستكون الأمور إن شاء الله سلسة ونحن نتفائل خيرا بعد استقرار الأمور في معظم المطارات وتلبية احتياجات العاملين في المطارات الخدمات الأرضية. ده يؤدي إلى سلاسة في نقل الحقائب وعدم تخلف حقائب للركاب واستلام الحقائب عند الوصول، ويكمل كل راكب رحلته في سهولة ويسر دون أي مشاكل. على كل حال يعني سنرى كيف ستكون عليه الأمور خلال العطلة المقبلة ونهاية العام التي تشهد عادة حركة سفر مزدهرة. شكرا جزيلا لك من القاهرة الخبير في شؤون الطيران طه عوض الله.